مولانا، احنا توقفنا عند نقطة مهمة جدا، وهي جماعة الإخوان على خريطة حضرتك الفكرية والميدانية. يعني متى ظهرت هذه الجماعة على رادار الدكتور علي جمعة؟ الجماعة موجودة طبعا، نشأت سنة 28. أنا تخرجت في الجامعة سنة 73، وفي هذه السنتين اللي هم كانوا 72 و73، السادات يعني تقريبا أخرج جميع الإخوان المسلمين اللي في السجن، وبدأ الظهور للإخوان المسلمين على الخريطة، وبدأنا نتلقى كتب الإخوان المسلمين، خاصة كتب سيد قطب وأيضا كتب حسن البنا من الأردن ومن لبنان ومن الكويت، وكانوا يجيبوها الطلبة العرب اللي بيدرسوا هنا، ولأننا عندنا شهوة للمعرفة وحب للقراءة، عايزين نشوف الكتب اللي ممنوعة دي فيها إيه يعني، وهكذا. وقرأنا فظهرت على الخريطة. ظهرت على الخريطة على هذين المستويين، المستوى الأول هو مستوى الكتب، والمستوى الثاني هو مستوى الأشخاص. بقى عندهم حرية الحركة يعني طبعا. فبنتقابل معهم، بيحكونا ايه اللي حصل، بيحكونا ايه افكارهم، بيحكونا ايه املهم، ايه تصرفاتهم، ايه مواقفهم الى اخره. طب قراءة الكتب والاشخاص الذي رسخ في يقينك وقتها عن هذه الجماعة كان ايه؟ انهم ضلوا الطريق. حينئذ التقينا بعدد كبير من الطلبة العرب المنتمين إلى الإخوان المسلمين، والتقينا من خلالهم بأناس أيضا من جميع المشارب المصريين من الإخوان المسلمين، لأنه أصبحت الجماعة عدة جماعات. أصبح القدماء اللي منتمين لجيل المأثورات لحسن البنا، لحسن البنا من 28 ل 39، 11 سنة، ده بيسموه جيل المأثورات. عمر التلمساني كان منهم. كنت ترى فيهم شيء من العبادة، شيء من التقوى، شيء من الذكر، شيء من يعني ناس طيبين وأمناء، ما يسرقش مثلا لما تحطوا فيه حتة أو كذا إلى آخره. وناس تانية تمرد في الداخل شديد، ويتبعون سيد قطب. وسيد قطب كان بعض الناس الرموز كده تابعوا حينئذ. واحد كان اسمه مصطفى كامل، ما أعرفش إذا كان عايش ولا لا، واحد كان اسمه عبد الكريم الصفتي، واحد كان اسمه البارودي، واحد أمثال هؤلاء الناس كانوا يدعون إلى سيد قطب بحذافيره اللي فيها إن هذا مجتمع جاهلي، إن الناس يجب أن تتعلم التوحيد من جديد، الأول أنه يجب علينا إنشاء طائفة تحمي المؤمنين بسذاجة كده، تحمي المؤمنين. وأنا كنت أدخل معهم في جدلية ضخمة جدا، إنه هذا كلام أولا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أمرنا به. قال: فإن لم يكن في الأرض خليفة، علامة واضحة جدا، والخليفة انتهت الخلافة العثمانية على يد كمال أتاتورك في 6 مارس سنة 24. والراجل قعد يخطب حوالي 24 ساعة في البرلمان التركي من أجل إقناع النواب بإنهاء هذا الكلام وبدء تركيا الحديثة، واستجابوا له. حاولنا هنا مؤتمر القاهرة للخلافة، حاولنا مؤتمر القاهرة في الهند وفشل، وأصبح هذا علامة فارقة لا وجود لها في التاريخ كله. والنبي بيقول: فإن لم يكن في الأرض خليفة، نعمل إيه بقى؟ نكون جماعة مثلا؟ أبدا. فاعتزل تلك الفرقة كلها،
ولو أن يأتيك الموت وأنت تعض على جذع نخلة مؤمنا بالله واليوم الآخر. يعني إياك أن تنضم إلى جماعة، يعني نهى عن الجماعات. وكنت أقول لهم هذا بصراحة، لكن هم حاولوا أكتر من مرة يعني إن تنضم إليهم تصبح منهم. يعني من النقاشات دي هو المفروض، المفروض طبعا هو النقاش لما بيحتد هو ما بيدعونيش، لأن أنا بالشكل ده بقيت ضده. لكن هناك واحد منهم دعاني إلى دخول الجماعة، إلى دخول الجماعة، وقال لي يعني ما تهتمش بكل الغبش اللي موجود ده، لأنه دول ما همش على المنهج الصحيح. تعال بقى انضم إلى الجماعة. قلت له لا، أنا لا أنضم إلى الجماعة ليس لأن الإخوان حلوة ولا وحشة ولا هتنفع ولا مش نفع، أنا لا أنضم إلى الجماعة لأن رسولي أمرني بكده، فاعتزل تلك الفرقة كلها كلها. فإزاي أن أنا أنضم إلى جماعة فأعصى بذلك أبا القاسم؟ قال الله، يعني أنت مش عايز يبقى في جماعة المسلمين؟ قلت له جماعة المسلمين ما هي موجودة، المجتمع ده كله، لأن هم كانوا طول الوقت بيعتبروا نفسهم جماعة المسلمين مش جماعة من المسلمين. ده اللي بقى قالوا بعد كده، أو ده اللي كان ذكروا الغزالي الله يرحمه فيه، من هنا نعلم، اللي بيرد بيه على خالد محمد خالد لما كتب من هنا نبدأ. إلى آخر القصة دي. لكن هذه الدعوة حصلت، بس حصلت مرة واحدة، مرة واحدة فقط. يلا يا أستاذ أدام أنت راجل طيب كده وصالح وعالم وكده، يلا بقى سلم نفسك للجماعة. قلت له لا، أنا لا أسلم نفسي للجماعة طاعة لأبي القاسم، طاعة لسيدنا النبي، مش إن أنا مسلم بالجماعة لأن بيني وبين الجماعة حاجة. لا، بس أنتوا كده غلط. يعني أنت منطلق من أرضية شرعية، أرضية فقهية لرفض هذه الجماعة، معي دليل. وما عرفوش يردوا على الدليل ده إلا الله. طب وهنسيب المسلمين من غير جماعة كده؟ قلت لهم مين اللي قال لكم المسلمين من غير جماعة؟ أمال الجماعة بتاعتنا دي والجيش بتاعنا ده؟ ما هو جماعة هي جماعة، وتحارب تحت العدو، تحت راية ليست عمومية. انتوا بتحاربوا تحت راية عمومية، ما احناش عارفين لا تمويلكم منين ولا انتوا رايحين فين ولا بتحاربوا مين. لكن الجيش المصري لما يحارب العدو دفاعا عن الأوطان، دي حاجة واضحة ومعروف، هو جايب سلاحه منين وتدريبه منين والنجم الساطع ومش النجم الساطع، وده عارفين كل حاجة. لكن انتوا ما احناش عارفين عنكم حاجة. يبقى إذن نهانا رسول الله أن نحارب تحت راية عمية، كل الكلام ده فاضي، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بعدمه. فكان ده موقفي منهم وأنا عندي 20-21 سنة. فطلعوا علي ساعتها قالوا ده رائد في مباحث أمن الدولة. دكتور ساعتها يعني. ساعتها ادوك رتبة، اعطوني رتبة رائد. طب انا عندي 20 سنة لسه ما تخرجتش. طب استنى لما اتخرج. انا ساعتها ما اعرفش مباحث امن الدولة ده على الخريطة فين، ولا معناها ايه. ايه مباحث امن؟ انا في مباحث امن الدولة اللي هي ايه؟ وابتديت اسأل يعني ايه مباحث امن الدولة. فعرفت معلومات كثيرة عن مباحث امن الدولة، وانا لم أرى مباحث، لكن أنا بقيت كده. فتأكدت من ضلال هذه الجماعة. إنك عندما تختلف معهم فيسرعوا بوصمك وباتهامك وتشويهك. أنا عايزهم يتهموني بحاجة فيا. فصدقوا من ربنا وفقهم وكشفني ليهم.